مرحبا، اهلا فيكم بقناتي. اليوم رح لكم على فكره حلوه، وهي انه كيف نقدر نعمل سكر ملون للحلو. ما تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا. وهلا خلينا نبلش. اول شيء رح نحتاج كيس نايلون بهذا الشكل اللي بيتسكر، وبقلب هذا الكيس رح اضيف قطرتين مش اكثر من ملون الطعام. انا هون عم استعمل اللون الاخضر مثل ما عم تشوفوا، حطيت حوالي نقطة أو نقطتين ما كترت. بعدين رح سكر الكيس وأحرص منيح على إنه تفرغ من الهواء. بعدين بوزع الملون بهذا الشكل بكل الكيس. هلأ ما ضروري يتوزع بكله من كل الزوايا، بس شوي. بعدين بضيف السكر وكمان بسكر الكيس منيح وبلش أمرغ السكر بقلب الكيس وبوزع بقلبه اللون بهذا الشكل. مثل ما عم بتشوفوا هون السكر الابيض بلش دغري يتحول لونه على لون الاخضر. ولازم تنتبهوا انه ما تكتروا كتير من التلوين، لان السكر رح يصير عندكم مبلول ورطب ورح يبطل حبوب مثل الرمل. فهيك عندي السكر يلي صار لونه اخضر صار جاهز. هلا اتركه معرض للهواء لمدة ساعة لحتى ينشف، او حتى فيكن تحطوه بالفرن على درجة حرارة كتير خفيفة لمدة ربع ساعة، هيك بينشف اسرع. هون عم بعمل لون تاني، اللون الأحمر. هلأ هيدا السكر فينا نستعمله لكتير أشياء. أكيد فينا نستعمله لتزيين الحلو أو الكوكيز، وخاصة بالمناسبات. وأكيد فيكم تستعملوا الألوان يلي أنتو بتحبوها. فمثل ما عم بتشوفوا هون السكر صار عندي لون زهر. وبرجع بذكركم أنه ما لازم تكتروا كتير من التلوين، خاصة لأنه هو مي، فالسكر عندي بيصير رطب إذا كترنا كتير منه. وكمان بخليه معرض للهواء لمدة ساعة لحتى ينشف. فهي فكرة بسيطة، بتمنى تكونوا استفدتوا منها وعجبكم هيدا الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتشوفوا فيديوهات الباقيين. أنا أكيد بشوفكم بفيديو تاني. باي.